يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، كل سنة وكلنا طيبين، يا رب يتعاد علينا كلنا الأيام بكل خير، وجمعة مباركة علينا كلنا. النهاردة المنيو بتاعنا مختلف. النهاردة المنيو بتاعنا يليق قوي إن هو يكون يعني منيو ليوم جمعة، العيلة كلها متجمعة، وكمان مناسب جدا 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 لليلة العيد وكمان يوم العيد. أفكار من الآخر هي مش جديدة خالص، ولكن هي اعتيادية هقدمها بفكرة مختلفة، إن شاء الله تنول أعجابكم ولما تجربوها تعجبكم. بعد الفاصل استنوا. حبايبي ربنا يعود علينا كلنا الايام بخير، ويا رب كل ايامنا تفضل اعياد ومناسبات حلوه. النهارده لو قلنا يوم الجمعه او حتى كمان يعني يوم الوقفه، فهو حلو قوي قوي هيكون بالافكار دي. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل بط. يا ما عملنا بط، بس البطه بتاعتنا النهارده لايقه قوي 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 لجو العزومات والمناسبات. يعني لما اقول بط بالبرتقال منكه بشويه كده حاجات حلوه، وينزل عليها الزبده، تنزل عليها الزبده، مش عايزه اقول لكم يعني دكر البط ده هيبقى حاله تانية على السفره، مزيج من الاطعمه المختلفه اللي كده لما تدخل البق. عارفين كده في اكلات نبقى يعني لما بناكلها نتلذذ بيها، اهو البط ده بقى بالطريقة دي من الأكلات اللي لما تتحط على سفرة ليلة العيد أو يوم العيد، عارفين أي حد هيدقها يقول كده حقيقي من الوصفات الحلوة جدا. تعالوا أقول لكم المقادير بتاعتي عبارة عن إيه. هجيب بطاية، أنتوا حرين، في ناس تجيبها 2.5 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، براحتكم خالص. عايزة بقى زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عايزة بصل مفروم، وكمان زيت، ملح وفلفل اسود، كمون وكاري وبابريكا ونعناع جاف وجنزبيل فريش، 7 بهارات وحبهان مطحون، روزماري فريش وريحان فريش وكمان زعتر فريش. لو ما عنديش الحاجات دي فريش عادي جدا 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 انا استخدمهم مجففين، لكن انا بقول لكم فريش ليه؟ طبعا النكهه بتكون فيهم اقوى واعلى والطعم كمان. بشر برتقان، ده احنا عاملينه بعصير البرتقان، فمهم جدا ان احنا كمان نحط بشر برتقان، وهقول لكم كمان ازاي اخد بشر برتقان من غير ما يمرر معايا. هحتاج بقى نص كوبايه عصير برتقان، وبرتقان طبعا علشان التقديم. بحب قوي ان انا احشي البطه دي مش رز ومش فريك، البط بالبرتقان حلاوته يتحشي خضار. خضاري ايه بقى؟ بطاطس متقطعة شكل الويدجز، وجزر كمان، وبصل، وبروكلي، وكرفس، بس كده. تاني بطاية، زبدة، بصل مفروم، زيت، ملح وفلفل اسود، كمون، كاري، بابريكا، نعناع جاف، جنزبيل فريش، 7 بهارات، حبهان مطحون، روزماري فريش، ريحان فريش، زعتر فريش، بشر برتقال، نص كوباية عصير برتقان، وطبعا برتقان حلقات، والخضار عندي بحبه جدا تحت كمان البطة وجواها محشي، بطاطس وجزر وبصل وبروكلي وكرفس، وكمان نحط رشة بقدونس. طيب أول حاجة كده وأنا مغمضة البطة بتاعتي وتتبيلتها هتكون عاملة ازاي؟ اهي، استنوا كده اجيب حاجة حلوة احط عليها البط. ادي عندي هنا طبق الخطير ده، عجبني احط ايه فيه البط، والبس جوانتياتي. واجيب بقى الخلة بتاعتي، اجيب بقى جوانتياتي والخلة بتاعتي. هقول لكم هعمل ايه. بصوا بقى، اول حاجه كده البطه بتاعتي هنا اهي، هروح عامله ايه؟ طبعا مغسوله كويس جدا. مغسوله ازاي؟ فاكرين محلول النقع اللي عملنا فيه حاجات كتيره
زي مثلا الفراخ والديك الرومي والبط بعمل والحمام بعمل فيه هو كمان البط ده كده. بغسله ازاي؟ بجيب ميه تكفيه تغمره، وبعدين احط نص كوبايه سكر ربع كوبايه ملح، واحط عليه بقى عندك شرايح ليمون هتحطي، فلفل اسود حصى هتحطي، ورق لوري هتحطي، حبهان حصى كمان هتحطي، روزماري زعتر اي حاجه معطره حطيها، وكمان ربع كوبايه خل. اتفقنا؟ اتفقنا. بنقعه مش اقل مثلا من 8 ساعات ليوم. يعني انت كده مبيته النيه ان شاء الله ان انت هتعملي بط مثلا بكره، يبقى النهارده تنقعيه والتتبيله دي تتبليها بكره. طب قبل بقى، بعد ما غسلته وطلعته ونشفته وكل الكلام ده كله، عندي بقى هنا خله. بصوا بقى هعمل ايه، هروح ايه جايباها وعامله كده، شايفين الحركه دي بقى بتخلي التتبيله بتاعتي تدخل في كل حته في البطه اهي. طبعا يا جماعه المحلول الملحي اللي انا قلت لكم عليه مش بس للغسل، يعني انا مش كده بس علشان اغسل البطه، لا ده بيحافظ على طراوه البطه، وبيخلي كده احنا قطعنا شط في سواها، يعني زي ما تقولوا كده بيجهز للبطه انها تستوي احلى تسويه. وطبعا الملح والاطعمه اللي انا حطاها والسكر بيديني طراوه للحمه، فلما دخلها الفرن ما لقيش الصدر عندي ناشف. معلومه طبعا كلنا عارفينها عن البط، ان لحمه احيانا بيبقى قاسي. لا خالص، احنا لو عملنا كل اللي انا بقول لكم عليه ده هتاخدوا بطه من الاخر لحمها يدوب دوب وطعمها يجنن. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هروح جايبه بقى بعد ما رحت مشكشكاه كده كله، هجيب بقى البوله بتاعتي هنا اهي، واروح حاطه ايه بقى البصل بتاعي المفروم، واروح حاطه هنا كمان عندي بشر البرتقال. طيب بشر البرتقال، علشان اخد بشر برتقال مش ممرر معايا، عارفين اعمل ايه؟ هبشر البرتقاله من غير ما اوصل للحته البيضه، بس كده هيكون معايا حلو قوي. بصوا بقى الجنزبيل فريش بيكون يا جماعه مع البط حاجه طعمه حلو قوي. لو ما عندكيش جنزبيل فريش فانت ممكن تحطي رشه جنزبيل بودره، بس بصوا ريحه هنا مختلفه، يعني علشان توصلي للنكهه اللي هي بجنزبيل فريش احنا محتاجين كتير قوي من جنزبيل بودره، وجنزبيل بودره بيمرر معانا، فما تحطيش كميه اللي انا حطاها دي جنزبيل بودره، انت هتحطي نص معلقه. وحط بقى التوابل بتاعتي اللي هي ايه، حبهان، وهحط بقى البابريكا، وعندي هنا الكاري والكركم، وعندي هنا السبع بهارات والكمون، وعندي هنا كمان النعناع، واهي السبع بهارات، وطبعا ناقصني ايه، الملح والفلفل الاسود. يلا، وادي الملح. تتبيله ما حصلتش. طب يا فيفا لو ما عنديش كل البهارات دي ينفع؟ اه طبعا ينفع، بس طبعا ما اقدرش استغنى عن البرتقال يعني دي حاجه اساسيه جدا معايا اهي. الله بقى، واروح عامله ايه، جايبه البطه بتاعتي، واروح بقى حشي قلبها كده، ومتبله البطه بتاعتي على الجاف الاول، شايفين اهو، الله ريحتها خطيره، ريحه التتبيله اللي احنا عاملينها دي حلوه قوي. واحط جوه بقى في البطه من جوه وادعك كده، انا محتاجه، عارفين كده انا بعمل ايه، مساج، بدخل كل حاجه جوه عندي هنا في البطه عشان الاطعمه توصل لها اهي. الله، الريحه دلوقتي اصلا حلوه قوي، وريحه البطه حلوه قوي. ليه بقى؟ علشان انا نقعيها في المحلول الملحي اللي انا كنت عاملاه وحكيت لكم عليه. بصوا بقى دلوقتي انا تبلتها، عندي هنا بقيه الخلطه، بقيه الخلطه هعمل ايه؟
هحط عليها كمان، استنوا اسيح كده الزبده شويه، وبعدين بقى حلاوه البط ان احنا ندخله الفرن وننساه. عايز اقول لكم دي حاجه حلوه جدا. بصوا بقى هعمل ايه، عندي هنا البطاطس اهي اللي انا مقطعاها طبعا بقشرها بس مغسوله كويس جدا ويدجز، وعندي هنا كمان الجزر بتاعي والبصل، كرفس وقع هقطعه شويه، هقطع البصل ده كمان نصين. ليه بقى؟ انا هحشي عندي هنا البطه. تمام جدا جدا. عندي هنا بصوا الزبده سيحتها، عندي بقى السكينه بتاعتي، واقطع ايه البصله كده نصين. خلاص سهله على فكره، بس يعني محتاجه ان انا شويه خطوات ورا بعضهم يدونا نتيجه حلوه قوي. بصوا بقى هنا انا بعمل ايه، شايفين الخضار بنزله معايا هنا في الخلطه دي علشان يتبل معايا وياخد النكهات اللي كمان البط اخدتها. عايز اقول لكم الخضار ده بيبقى بقى واخد من طعم البطه ويجنن. تمام كده، هروح جايبه الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن واروح اطهن، واعمل ايه، واخده الخضار ده حطاه تحت كده. خلاص بصل اهو وجزر، وعندي هنا بطاطس. بصوا بقى هاخد هنا كمان ادي الزعتر معايا اهو، هرش رشة كده الروزماري والزعتر على الخضار اهو. يبقى انا رشيت رشة من الروزماري والزعتر والريحان، وزي ما قلتلكوا لو ما عنديش كل ده انا ممكن استغنى عن بعض الحاجات. وعندي هنا كمان الريحان، كل ده بقى بينكه لي هنا الخضار وبيطلع روائح عظيمة للبطة. طيب وبعدين عندي هنا بقى بقية الخلطة، بصوا هعمل فيها ايه، اللي هي عبارة عن جزر، وعندي لسه هنا بطاطس والروزماري والريحان والزعتر، وادي كمان اهو الروزماري والزعتر والريحان. بعمل كده خلاص، وبعدين اجي بقى للبطة بتاعتي اهي بطنها، واروح حاشية الخضار ده جوه بالمنكهات العظيمة دي في قلب البطة كده اهي. انتوا متخيلين بقى دلوقتي معايا انا ليه ببقى مبسوطة قوي بوصفة البطة دي، انها ميكس اطعمة خطير اهي. طبعا دي مختلفة تماما عن المحشية بقى، الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي بقى زي ما قلتلكوا فريك، ورق عنب، كمان محشية، رز، حاجة بالمرتة، دي كده تحسوا ان هي بطة لا مختلفة، نكهتها مختلفة. الحاجات دي بقى كده تبقى ايه ظهرلنا اهي. الحاجات دي كده كلها خلاص انا كده خلصت. عندي هنا نزل دول البطة. بصوا بقى اللي جاي، اشيل البصل ده احطه هنا. اللي جاي بقى هعمل ايه، شايفين الزبدة هنزلها على بقية الخلطة بتاعتي اهي، الزبدة اللي انا قلتلكوا عليها، وعليها ايه بقى، عصير البرتقال. تمام، يبقى انا حطيت الزبدة على ايه، عصير البرتقال. واخدين بالكم من الشغل، يا نهار ابيض على الحلاوه، ريحتها حلوه جدا. تعالوا نحط كمان يعني رشه من كل حاجه كده نظبط النكهه.
ادي كاري، رشه حبهان بسيطه، وايه دي البابريكا نفس التوب اللي انا حطيتها. خلاص هروح اجيب بقى البطه الحلوه بتاعتي دي واحطها هنا، ماشي، اسكنها على الخضار بتاعي، اسكنها على الخضار بتاعي. خلاص ممكن اخدها اهو، عارفه ايه شكلها اصلا يا جنى؟ بصوا بقى انا سكنتها على الخضار بتاعي، وهنا عملت ايه؟ بصوا الكرفس بقى، كنت هنسى الكرفس ده، حاجه ما تتنسيش في البطه. احط شويه كرفس هنا وهنا وهنا وكمان كرفس هنا، ميكس روايح عندي تحفه. طيب انا هنا عملت الخلطه عباره عن زبده زي ما قلت لكم وعصير البرتقال. بصوا بقى هعمل ايه، هنزل بقى على البطه بتاعتي اهو بكل ده، بالزبده وعصير البرتقال اهو، ده كله نزل عليها. خلاص كده؟ لا مش خلاص كده، اخر حاجه بقى لازم اديها للبط عندي هنا رشه الزيت كمان ورشه الفلفل الاسود المهمه جدا جدا. استنى بس اشوف هنا فيه، رشه الفلفل الاسود تمام، وكمان رشة الملح. ماشي ناخد ملح من هنا. يبقى انا بعد ما عملت كل ده ونزلت عليها التتبيله بتاعتي الاخرانيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن عصير برتقال وزبده، حطيت عليها رشة زيت زيتون، وده بقى ليه؟ اولا بتقرمش لي كده الجلد، رشه زيت الزيتون بتقرمش الجلد خلاص، ونكهه الملح وفلفل اسود بتنكه لي الطعم برده من جوه. عايزه اقول لكم في ناس اكتشفت ان هي غاويه جدا جدا البط انها تاكل يعني شويه ايه الحاجات الجلد يعني الصدر بشويه الجلد الخفيف اللي عليه، اكتشفت ان في ناس ايه عاشقه ليه. طيب تعالوا بقى نحط هنا كمان البروكلي بتاعنا اخر حاجه كده، ونسيب الباقي علشان نزين بيه. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغطيها بورقه زبده وعليها فويل وادخلها الفرن. الفرن بقى محتاجه شويه تكنيك فيه، يعني ايه؟ يعني الاول هدي اعلى درجه حراره ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين اقلله 180 لحد ما تستوي. عايزه اقول لكم بالطريقه دي تاخدوا احسن سوى للبطه. طب ليه على درجه اعلى درجه حراره في الفرن؟ ليه بقى؟ علشان هتقفل المسامه عندي، لما تدخل على درجه حراره عاليه مش هتنزل اي عصاره منها، فتطلع زي ما بقول لكم طريه ومش بتشد خالص، مستويه حلوه قوي قوي. طيب تقريبا هتاخد كام؟ من ساعتين كده لساعتين ونص. فهلفها بقى ورقه زبده فايل وادخلها الفرن لحد ما ترجعوا لي من الفاصل، استنونا. طيب تاني حاجة أي سفرة حلوة بتبقى محتاجاها هي بقى إيه؟ شوية مكرونة بشاميل. ما ينفعش ليلة عيد يوم عيد قعدة حلوة لما حلوة من غير ما نكون عاملين حبة مكرونة بشاميل يستاهلوا بق الحاضرين. طيب النهاردة المكرونة بشاميل بتاعتنا اعتيادية جدا، عاملاها بلحمة مفرومة والبشاميل العادي جدا، في ناس كتير بتطلبها كل شوية وهي بصراحة أساسية قوي. تعالوا نقول المقادير. مكرونة بشاميل باللحمه المفرومه، هحتاج كيس مكرونه قلم انا سلقته، بيتسلق من 8 ل 10 دقائق في ميه وملح بس. هحتاج نص كيلو لحمه مفرومه، معلقتين كبار صلصه،
بصلايه مفرومه ناعم، ملح وفلفل اسود، السبع بهارات ورشه قرفه، والبشاميل طبعا زي ما متعودين بيبقى عباره عن ايه، 5 معالق كبيره دقيق، 5 معالق كبيره زبده، و5 كوبايات لبن، وكمان هحتاج 3 معالق جبنه كريمي من عبور لاند، وطبعا رشه جوز الطيب والملح والفلفل الاسود، واخر حاجه طبعا الجبن معاها. تاني المقادير بتاعتي سريعا جدا، عباره عن ايه؟ عباره عن كيس مكرونه اقلام انا خلاص سلقته في ميه وملح من 7 لـ10 دقايق او من 8 لـ10 دقايق، ونص كيلو لحمه مفرومه، 2 كبار صلصه، وبصله مفرومه ناعم، ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، رشه قرفه، والبشاميل 5 معالق كبار دقيق، 5 معالق زبده، مش مكعبات، مكعبات صغننه لا، انا عايزه 5 معالق، و5 كوبايات لبن، و3 معالق جبنه كريمي، وكمان هحتاج ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب، وطبعا الوش جبن موتزاريلا. طيب اول حاجه كده هعملها ان انا احط اللحمه المفرومه على النار عندي اهي، وهحط كمان هنا الزبده تسيح، الاتنين مع بعض مش هناخد وقت، يلا بينا اهي. وطبعا علشان الزبده تسيح من غير ما تتحرق بحط لها زيت، وطبعا كمان ان انا ممكن استخدم الزبده والزيت بان انا احط ايه على طول سمنه، هقلب هنا وايد هنا اخلصهم على طول مع بعض. طيب انا بحط طبعا زي ما انتوا عارفين اللحمه مفرومه الاول، بحب طبعا طعمها وهي الاول نازله في الدهون بتاعتها، مش حاطه لها اي دهون خارجيه، وبرش لها رشه ايه فلفل اسود ورشه الملح والبهارات المعتادين عليها. طيب تعالوا هنا يلا ننزل الدقيق بتاعنا اهو ونقلب طول يا جماعه كده ما الدهون كميتها متناسقه مع البشاميل ما يغلبنيش بقى خالص، احب كده اقلبهم مع بعض تقليبه حلوه، واسيبهم يا دوبك يا دوبك كده بس عندي الدقيق يشم ريحه، يشم النار يعني، يشم النار كده وياخد طعم ايه الزبده اهو، بصوا شم النار ده كده انا ايه بسويه علشان يبقى طعمه حلو مهم قوي. خلاص طيب هروح عامله ايه، منزله اللبن، بصوا طول ما الدهون كده حلوه وما عنديش الدقيق متكتل بقى عندي خليط سهل جدا ان انا انزل فيه اللبن اهو واقلب ما يكلكعش معايا خالص. بس كده خلصت البشاميل اهو، واقلب ايدي فيه طبعا وايد هنا في اللحمه المفرومه، اول ما اللحمه المفرومه كلها تاخد اللون اروح حاطه ايه بقى البصلايه بتاعتي، واحط بقى التوابل اللي هي ايه 7 بهارات. خلاص انتوا عارفين طبعا انا بحب جدا رشه القرفه يا جماعه، ما تكتروش، رشه بسيطه قوي، نكهه نكهه بس كده، وبرده كمان رشه جوز الطيب، وحطيت انا الملح والفلفل الاسود. خلاص واسيبها بقى كده البصلايه هنا بتاعتي ايه تعمل ايه تستوي هي كمان، طبعا ممكن اكتر البصل اكتر من كده وممكن افرمه ناعم عن كده، البصل اكتره اكتر من كده وافرمه ناعم عن كده. وهنا طبعا ايدي فين برضو في البشاميل، الاتنين مع بعض. خلاص كده تعالوا نشيل كل الحاجات اللي احنا، انا بس محتاجة جوز الطيب علشان وصلصة، في بيوت بتعمل مكرونة بشاميل بصلصة وفي بيوت ما بتعملش مكرونة بشاميل بصلصة، انتوا حرين بس صدقوني بالصلصه طعم حلو قوي، طعم مختلف، طعم لذيذ، بيدي المكرونه كده طعم تاني، فكده جربوا
المره دي تعملوها بالصلصه هتعجبكم قوي. ريحه بقى اللحمه المفرومه طلعت منكهه طبعا وتجنن. هحط عليها ايه الصلصه بتاعتي اهي، وحبه ميه سخنين صغيرين. تمام كده، تمام كده اهو. حط ميه سخنه هنا تاني علشان انا هحتاج ميه سخنه للوصفه اللي بعدها اللي هي حلوه قوي قوي وهتعجبكم جدا كمان. الشوربه، هعمل شوربه ليبيه لازم اعملها في العيد عندي، وانا اللي اعمله عندي يعني عند ماما يعني، واحنا اللي نعمله عندنا لازم نعمله هنا برضو. هتجربوها هتعجبكم قوي. بعد ما اللحمه المفرومه استوت عندي بحط ايه الصلصه واقلب هنا في كمان البشاميل. طب تعالوا ندخل على مقادير كده الشوربه. طيب الشوربه بتاعتي عباره عن ايه؟ طيب هجيبها لكم ونقولها مع بعض. عباره عن شويه سمنه ولحمه متقطعه صغنن جدا مكعبات صغيره. اللحمه عندي متقطعه مكعبات صغيره، مهم جدا اهي. بصوا تقطيع اللحمه عندي عامل ازاي، حاجه صغننه خالص. ليه بقى؟ لان دي هتكون شوربه. عندي هنا كمان حبهان ولوري كالمعتاد ولسان عصفور متحمر، بس انتوا طبعا هتحمروا، ومعلقتين ثلاثه صلصه، وبقدونس اساسي عندي هنا في الوصفه، اساسي جدا البقدونس. الشوربه دي لازم يتحط لها بقدونس، وطبعا بصلايه علشان ايه عندي هنا هعمل اللحمه فيها، وطبعا في الاخر عندي هنا رشه الشطه وجوزه الطيب. تاني عندي هنا الشوربه الليبي، مقاديرها كالتالي: لسان عصفور متحمر ماشي، وبصفيه من الزيت ما بحطهوش بالزيت. عندي هنا نص كيلو لحم مكعبات صغننه زي ما انتم شايفينها كده، مهم جدا ان هي تكون صغيره علشان انا عايزاها عندي هنا تكون ايه، تكون في المعلقه، تطلع معايا في المعلقه خلاص. محتاجه كمان 3 معالق كبار صلصه، محتاجه لوري ورق لوري، حبهان زي ما انتوا عايزين، عايزينه مطحون عايزينه صحيح براحتكم، بس طبعا تشيلوه، ملح وفلفل اسود، وكمان هحتاج بقدونس مفروم وبصله ناعمه وشطه. بصوا بقى عندي هنا اول ما البشاميل بتاعي بصوا ربط معايا، هروح عامله ايه بعداه عن النار، واروح حاطه بقى عليه ميكس الجبنه الكريمي الخطير بتاعي اللي انا بحبه جدا جدا من عبور لاند اهو. حط بقى الجبنه الحلوه دي، بتدي لي بقى طعم كريمي خطير. وهقلبها بسرعه، بحطها لما البشاميل عندي خلاص يبدا يبقبق علشان تنزل على طول تسيح اهي وتديني ايه قوام كمان كريمي. تمام، ممكن تحطوا رشه جبن كمان هنا زي ما انتوا عايزين. هبعدها بقى من على النار، بصوا القوام عامل ازاي خطير. هبعدها بقى من على النار وتعالوا بقى نطبق الطاجن بتاعنا، يلا بينا. اول حاجه هحطها عندي هنا هي، نشيل ده كمان، نشيله من على النار، هي معلقه البشاميل. اول حاجه لازم الطاجن بتاعي علشان مفيش اي فتفوته مكرونه تلزق، لازم احط الاول هنا عندي البشاميل وانزل المكرونه. تمام، واروح كمان عامله هنا ايه منزله عليها البشاميل برضو. واقلبها كده كلها، بصوا لازم تبقى متغلفه بالبشاميل.
طبعا هنا حاطه ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب. نيجي بقى عندي هنا للحمه المفرومه واروح حطاها اهي كلها تمام كده تمام كده. وكمان اروح حاطه عليها المكرونه اهي. الطاجن بتاعي طبعا بنقيه مظبوط على الكميه اللي عندي. وتعالوا بقى نحط البشاميل. انا عايزه اديله رشه جوزة الطيب بس كده واقلب. ويلا بقى انزل على كل الطاجن بتاعي. بس كده انزل بقى كله واداري كل المكرونه. نظبطها. وطبعا ارش بقى رشه الجبن المعتبره. وممكن برضو كنت احط يا جماعه عندي هنا في جواها ممكن احط ايه جبن في البشاميل قبل ما احطه اهو. طبعا بحب احط رشه ايه جبن ميكس، لكن لو هي موتزاريلا بس عادي جدا، بس التشيدر بتديها طعم ولون وحلاوه. اخر حاجه بقى تعالوا كده خدوا شويه زعتر وارموهم على الوش واتفرجوا على شكلها وهي خارجه وريحتها وطعمها. ده زعتر فريش، لو عندكم جاف برضو بيبقى حلو قوي. عليها كده كلها على وشها. خلصنا كمان اهو المكرونه البشاميل العاديه جدا جدا اللي بالصلصه. وانا قلت لكم في بيوت كتيره بتعملها من غير صلصه وفي بيوت بتعملها بصلصه عادي لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، ولكن انا عايزاكم تجربوها بالصلصه هتلاقوها في حته تانية. وطبعا البشاميل ما بيتحطش عليه بيض، البشاميل ما بيتحطش عليه بيض، البشاميل ما بيتحطش عليه بيض خالص. تعالوا ندخلها ونرجع نعمل بقى الشوربه سريعا جدا. يستنونا. نيجي بقى للوصفه اللي لازم بقول لكم شوربة أعملها ليلة العيد لعيلتي، هي الشوربة الليبي. ميكس كده لذيذ وطعم قوي وكل اللي جربها عجبته جدا. زي ما انتوا شايفين حطيت حتة السمنة بتاعتي وهروح نازلة عليها سمنة بلدي بالبصلاية الحلوة دي وبس. تقليبة بسيطة، تقليبة كده حلوة اخد نفس ايه السمنة. واروح نازله بقى باللحمه اللي انا مقطعاها قطع صغيره. وده ليه؟ علشان دي هتكون شوربه، فالشوربه لازم الحاجه اللي جواها تتقطع صغير. الشوربه لازم الحاجه اللي جواها تتقطع صغير علشان طبعا نعرف نشرب ونستمتع بيه لسان عصفور واللحمه والميكس الحاجات الحلوه اللي انا بقول لكم تحطها. طيب هقلب بقى تقليبه حلوه كده في اللحمه وهحط عليها بدور على المعلقه بتاعتي وهحط عليها البهارات بتاعتي. يلا بينا. ورقتين لوري حلوين وحبهان ورشه جوزة الطيب وطبعا الملح والفلفل الاسود. يبقى انا حطيت ملح وفلفل اسود وعندي هنا رشة جوزة الطيب وسبع بهارات ممكن احط لو عايزين كمان، وطبعا لوري وحبهان زي اي شوربة اي شوربة عندي. طيب وبعدين لما اللحمة عندي هنا بتاخد لون حلو قوي وبتاخد الطعم ده
بروح حط عليها ايه بقى؟ حط عليها المية وبعدين اسيبها تستوي. اللحمة عندي تماما. ليه بقى؟ تسوية اللحمة ابدا مش زي تسوية لسان عصفور. حطيت لسان عصفور من اول سوى اللحمة هيبقى عندي لسان عصفور منشي قوي قوي. لسان عصفور التسوية بتاعته المظبوطة ينزل في مية سخنة غلوتين. هتقولي لسه ما استواش. طفي وغطي بس كتري الشوربة على طول هينفش النفشه بتاعته الحلوه مش هيعجن معاكي. وطبعا لسان عصفور لازم يتحمر معايا كويس جدا علشان ما ينفش. طيب ادي عندي اهي اللحمه بدات اهي كمان تاخد لون ومتبله بالتتبيله بتاعتي الحلوه. اروح حط عليها ايه الميه السخنه زي ما اتفقنا. وبعدين بقى عندي هنا اساسي جدا جدا في الشوربه البقدونس. الشوربه دي هي بقدونس اهي. وكمان هحط الصلصه. الشوربه دي بيتحط لها صلصه. متخيلين بقى الاطعمه اللي موجوده معايا هنا؟ بصوا بقى لونها بيبقى حلو قوي. واسمحوا لي سيداتي سادتي انستي احط نقطه شطه. دي بقى حلاوتها حلاوتها وهي سخنه كده وترش رشه الشطه على الوش واوه ما احكيلكوش بقى. وتشربوا حاجه كده تدفي وتغذي وطعمها بيبقى خطير. طيب هنفترض حاليا ان الميه عندي هنا غليت وهنفترض ان اللحمه استوت. هنفترض كل ده حاليا وانا معاكم. هروح عامله ايه لسان العصفور اللي انا محمراه تمام. ده كله ايه؟ هنفترض ان اللحمة استوت معانا واحط لسان العصفور واغطيها واسيبها ايه تستوي. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالوا بقى نشوف البطة بتاعتنا. عندي هنا دول تمام والشطة اساسية معايا. تعالوا نشوف هنا البطة بتاعتنا. الله الله انا عايزة لا استنوا اطلع حاجة سعيدة. انا كنت حاطة هنا البرتقال والبروكلي علشان اقدم بيه لو سمحت. عايزاه اهو. مستعدين مستعدين. بصوا بقى لونها عامل ازاي. بصوا لونها عامل ازاي يجنن. والبروكلي لونها حلو قوي 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 هيعجبكم جدا. تيجوا نقدمها في طبق لسه سخنه قوي. بس ايه انا عايزه اقدمها هي كده. استنى في الطبق بتاعها ان شاء الله اهو. ونحط الخضار حواليها. بصوا بقى الله الله ريحتها تجنن. ايه بقى عندي هنا الخضار اهو نحطه بقى هنا حواليها. بصوا الصوص اللي نازل منها بالزبده ما حطيت لهاش نقطة مية. واخدين بالكو خالص. انا سبتها هي اللي تنزل بقى الحلويات بتاعتها. الخضار ده طعمه يجنن. لا ومش كده وبس كمان عارفين السمنة بعصير البرتقال اللي هنا هقول لكم بقى ده هنعمل فيه ايه حالا. نحطه في سوسيرة ولما نقطع البط رشوا بقى النسير وكده هترشوا على البط من كل ده. هقول لكم ازاي اهي. بصوا هعمل كده اهي بقى هيلمع لي وشها قوي وطعمها كمان هيكون مختلف. طيب انا قلت لكم ان انا حاطه فيها طبعا برتقال فمهم جدا
ان انا لما اجي اقدمها كمان احط لها شرايح برتقال وبروكلي، لان البروكلي اللي فيها خلاص استوى ولونه راح اهو. وادي البروكلي الخضار ده بقى مع البرتقال. في حد هنا قال لي انا بعد طريقتك دي انا ندمت ان انا ما اكلتش بط من زمان. والله ببقى مبسوطه قوي لما حد كده ممكن يغير رايه اهو. بصوا ايه رايكم، بطت العيد جهزت يا جماعه، الفرعون الصغير جاهز للاحتفال. بس كده هتعجبكم جدا. حاضر انضف بس الحاجات دي وهحط لكم البطه واروح اجيب المكرونه البشاميل لانها هي كمان جهزت. الله 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 الله، خلاص اهي تعالوا نحط البطه في نص السفره. الله ريحتها تتجنن. وكمان تعالوا نجيب المكرونه البشاميل، يلا بينا نحط البلانشة بتاعتها اهي عشان تبقى جاهزة على طول نخرجها. فين الجوانتياتي؟ ماشي تعالوا نجيب. الله بصوا بقى المكرونة البشاميل لونها كمان عامل ازاي. بابا نويل كمان بيحتفل اهو. بصوا بقى اساسا بقى هنا عارفين ريحة الاكل، عارفين كده الساعة 12 لما يكون الاكل بيخلص وخلاص هيتقدم، عارفين انتوا الاحساس ده والريحة دي. هو دلوقتي بالظبط الريحة دي هنا، الاكل كله بيجهز وخلاص بيتحط على السفرة. كل سنة وكلنا طيبين يا رب، يا رب يتعاد علينا كلنا كل الأيام بخير، مسيحيين ومسلمين شعب واحد هنفضل دايما، محبتنا لبعض بتزيد مع الوقت أبدا ما تقل، عشرة واحدة ودايما دايما صحاب وأحباب، واحتفالاتنا واحدة وأعيادنا واحدة وفرحنا واحد وزعلنا واحد عشان احنا عايشين تحت سما بلدنا مصر. يا رب يا رب يعود علينا الأيام بخير. ودي كمان الشوربة خلصت، رشة الشطة سعيد حرمني منها واخدها، ما علينا مش مشكلة رشوها انتوا. نعم وادي الريحانية. في حاجة عندكم باينة مش انا مش شايفاها. اهم من الشغل بقى تظبيط الشغل. الله السفرة الخطيرة دي تسلم ايديك والله، ميرسي قوي. ثانيه واحده حدش ايه، يلا بس كده. وادي كمان طبق الشوربه الاساسي على اي سفره حلوه. يا رب تجربوا كل الاكل وتتبسطوا منه وتلاقوا فيه افكار حلوه. كل سنه وكلنا طيبين يا رب ويعود علينا الايام بخير. وبكره استنونا في سفره العيد ان شاء الله، هنعمل سفره حلوه جدا ومش هنوقفك في المطبخ كتير زي ما النهارده كمان. على فكره انت ما وقفتيش كتير وعملتي زي ما انت شايفه منيو حلو جدا. اشوفكم بكره على خير، كل سنه وكلنا طيبين، بحبكم جدا جدا جدا. باي باي. We'll be right back.